يا باشا انا عايز اعمل محضر اثبات حاله عشان اما اروح المحكمه اعرف اثبت حق. وايه المشكله يا ست؟ احكي. زغلول عليه والسنجاري المحامي حاضر مع المدعيه. احنا لسه هنتكلم مع بعضنا ونحكي. اجيب حاجه ساعه اتكلم على طول. ساعه. بص يا باشا انا كنت متجوزه واتطلقت. استاذ زغلول المحامي قال لي يا نعمه انت ليكي ورث. ورث ازاي وانت متطلقه؟ ما هو سعادتك مش فاهم يا سعاده الباشا. سيبني انا افهمك. الهانم اصل زوجها توفى وهي ما زالت في شهور العده. تمام. بص يا باشا عشان ما نطولش على حضرتك. انا كنت متجوزه فعلا واتطلقت ورحت لاهل طليقي دول اللي هم الورثه الشرعيين، عرفتهم بنفسي واديت لهم الورق اللي يثبت ده وقالوا لي حاضر يا نعمه احنا هنحط اسمك لما يطلع اعلام الوراثه، وطلع يا باشا اعلام الوراثه واسمي مش فيه. يا باشا عايزين ياكلوا حقها منهم لله، دول ناس ظلمه ياكلوا مال النبي، ده خدوا البت لحم ورموها لي عظم زي ما انت شايف كده، طب دي نعمه كان وشها قد كده ما شاء الله. ولما راحت لهم يا باشا عشان تطلب حقها وشرع ربنا عملوها اخر معامله وحشه وبهدلوها اخر بهدله وكرشوها يا سعاده البي من غير ما تعمل لهم حاجه. يرضي انت بقى سعادتك كده؟ انا عايزه بقى من الحكومه العدل، وانا عايزه اعمل محضر يعمل اثبات حال. ماشي يا ست افتح لك محضر، بس عندك شوط على الكلام ده؟ ايوه يا باشا، امي اهي وجوز امي والمحامي بتاعي كانوا معايا. لا يا باشا احنا شوت، احنا رحنا هناك وتهزقنا جامد قوي منهم يا باشا، وقلنا لهم بلاش هنروح نعمل محضر في الاسم، لا احترامه صغير ولا كبير، قال تروحوا محضر اسم؟ روحوا، شوف الاسم فاتح ولا قافل، كلموا كلام كبير جدا على الدكاليه يا باشا ومش عايز يتكلم. خلاص ما تكملش.